حاجة احنا انا بس مش عارف طبعا القانون وصل لفين او هيوصل لفين، بس هي فكرة اتحاد شركات الوسائط، اتحاد الوسطى، اتحاد الوسطى. اتحاد الوسطى انا عايز افرق برضو فيه بين الفرد وبين تمام. المؤسسة. اول حاجة مهمة، لو ما حصلش كده وطلع الاتحاد بيجمع بين أفراد الافراد وشركات. والشركات، هتبقى الدنيا مش زي ما احنا عايزين. لو احنا عايزين سوق منظم، انا بقى هنا ما يقدرش يعمل المشاكل، اتحادين. لا في شكلين ممكن تعمل، نقابة للأفراد، اه. نقابة وسطاء التأمين بتضم الأفراد، واتحاد لشركات الوساطة زي بالظبط اتحاد شركات التأمين بيقوم بنفس الدور. النهاردة أي اتحاد ما هوش قراراته ما هياش ملزمة، فكرته هي بس إن الناس بتقعد مع بعض تتبادل خبرات، بتشوف ايه اللي ممكن تضيفه للسوق علشان يتطور، فكلها حاجات بتكون في بمثابة اقتراحات، وفي نفس الوقت برضو بتقلل من الممارسات الضارة. يعني النهاردة لما بيكون في حد بيبقى عنده بعض الممارسات الضارة في الماركت ممكن تضر بالصناعة، برضو وجوده في المناقشات بيقلل من الحد ده وبيقلل من تفكير انك تعمل يعني. هو في الاخر ما هوش ملزم، بس في نفس الوقت هو لطيف، بيساعد على ضبط إيقاع بيساعد السوق. على ضبط ايقاع السوق وتنظيمه. الافراد نفس الحكايه، بس مشاكلهم مختلفه تماما عن مشاكل، يعني لو انت جبت افراد بيتكلموا دلوقتي هتلاقيهم بيقولوا مشاكل مختلفه عن المشاكل اللي بيتكلموا فيها الوسطاء. احنا بنتكلم عن الشكل مختلف والتكلفه مختلفه وطبيعه الرقابه مختلفه من الرقيب. فالنهارده احنا حضرتك مبدئيا مترحب بفكرة الاتحاد، بس عايز بس تفصل افصل بين الوسطاء الافراد الشركات وبين وبين الافراد، بالظبط. والافراد يكون لهم هيكل او كيان بعيد عن اتحاد الشركات بالظبط لاختلاف. طيب ازاي ينجح؟ هل ده محتاج مثلا ان يكون في تنسيق بينه وبين شركات التامين؟ هل محتاج ان يكون في دعم من الهيئه بشكل او اخر فكره الاتحاد عشان يكون له صلاحيه معينه؟ ازاي ينجح الاتحاد لما يطلع؟ ينجح يكون في تواصل. اول حاجه تواصل، يعني النهارده لما نيجي نقعد في اتحاد كشركات وساطه ونطلع توصيات، التوصيات دي نرفعها ليش اتحاد شركات التأمين أو نرفعها للهيئة، لازم تكون المطالب دي يعني يتم اتخاذها على محمل الجد، وبنقعد مع الناس ونشوف ايه اللي ممكن ننفذه وايه اللي ما ينفعش ننفذه عشان ايه؟ شفافية. أها. يعني ما تسيب، يعني ما أنا ممكن تكون أنت عندك حق في حاجة ما تطبقهاش وأنا ما عنديش الصورة اللي عندك. قول لي مبرراتك. قول لي مبرراتك اللي ممكن أنا أقتنع بيها وأكون جنبك في إنك ما تطبقهاش، وبالتالي كمان ما أطلبهاش. وفي نفس الوقت تقول لي انا الحاجات دي انا معاك فيها وهطبقها وعندي جدول زمني هقدر اطبق واحد واثنين وثلاثه واربعه وانا جنبك، يعني ده ينجح. انا لو عملنا اتحاد شركات وساطه وقعدنا احنا نكلم بعض زي ما حصل قبل كده، احنا بقالنا سنين بنكلم بعض لحد ما زهقنا بطلنا نكلم بعض. فالفكره ان احنا عشان يكون في حاجه ليها تاثير ايجابي وهتساهم في ضبط وتطوير السوق والقطاع، لازم الناس تتواصل ويكون في شفافية.